ما نسيناك يا شهيد ويا نعايش ما نسيناك 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 باكر اجيال تجي تقدس ذكركم والاطفال تكبر تسير بدربكم باكر اجيال تجي تقدس ذكركم والاطفال تكبر تسير بدربكم يلعى تراب الوطن سالت دماكم يلعى تراب الوطن سالت دماكم يبقى ذكراك خالد بكل يوم بينا يبقى ذكراك ما نسيناك يا شهيد ويا نعايش ما نسيناك يلي رحت للموت متعني بديك ما خذلت الوطن من نادى عليك يلي رحت للموت متعني بديك ما خذلت الوطن من نادى عليك يلي للتاج الشهادة يلوق ليك بسم الله الرحمن الرحيم. جمهورنا هذا الكريم مشاهدي متابعي قناة السفاح الرياضية، نلتقي بالكابتن مرتضى الدراجي منظم بطولة المرحوم الشهيد ثامر كميل اليوداوي. طبعا أكيد اليوم طرفي المباراة فريق حي الرسول وفريق الكابتن علي شايع. نعم كابتن العزيز، كلمة لهذه الشخصيات الرياضية والفرق التي اشتركت بهذه البطولة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك على هذا اللقاء. طبعا كما تشاهد احنا البطولات مستمرة على هذا الملعب التيميم، ومن أقوى البطولات وأقوى الفرق، ودائما احنا نذكر الشهداء، وانت دائما تعرفت هاي البطولات على الشهداء، فهاي البطولة مميزة من ناحية التنظيم إن شاء الله والتحكيم والمنظم بطولة كما تعرف أنا وعامر الكناني ضفته وياي، والمشرف البطولة عامة ياسر وهو أخو الشهيد. أحسن. طبعا خلنا يعني نستقرأ أكثر ونتعرف على الشهيد من يا منطقة وين استشهد، يعني اذكر لنا شيء مفصل عليه. طبعا هو الشهيد ثامر كان لاعب تأميم وانا لاعب له عدة سنوات، لاعب ذو أخلاق عالية يعني كان رياضي يعني بحث آخر يعني شلون تقول مثلا رياضي معنى كلمة، مثل الأستاذ حيدر، مثل سلطان، مثل باقي على شايع. رياضي كان يمثل منتخب التيميم وكافة الفرق وأخلاقه. فبعد الأمور أخرى عدد الفرق اللي اشتركت في البطولة 32؟ لا 22 فريق اشتركوا في البطولة. كلمة الختام، اختيارك للكابتن عامر غربة. والله صراحة اختيار كان موفق، وأنا من زمان مخلي ببالي والله العظيم عامر، يعني عامر يعني عامر غني على التعريف، يعني رياضي معروف وعلى مستوى المدائن، وأنا من جدته يعني بالعكس راح يساعدني وراح يضيف أكثر البطولة. أيضا هو وصل الكابتن عامر، كابتن العزيز. نعم جمهور الرياض الكريم، يصل الكابتن عامر غربة أيضا من البداية. نعم كابتن، كلمة لهذه الشخصيات الرياضية التي حضرت هذا الافتتاح الكبير. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشكر وجودكم في داخل ملاعب التأميم. طبعا نشكر قناة نهاد الردياني، نهاد السفاح وفراس سبورت. طبعا طبعا البطولة تتكون من 22 فريق من جميع نواحي مناطق المدائن. كابتن ذكرنا كابتن مرتضى، تذكرنا أسماء الفرق اللي اشتركت، هل هناك أسماء فرق اشتركت من داخل العاصمة بغداد؟ طبعا هواي فرق مشاركة من عاصمة بغداد، الزعفر. نعم الزعفرانية، جسر ديالة، نعم من مناطق الأمين طبعا القريبة علينا، مناطق قرية عشرة الرياضية. نعم وأتمنى كل الموفقين للجميع إن شاء الله. كابتن احنا نشكرك ونتمنى لكم كل التوفيق في هذه البطولة التقليدية للشهيد. أشكرك كابتن الشهيد ثامر كميل يوداوي رحمة الله على روحه. نعم جمهور الرياض الكريم، نشكر الكابتن عامر غربة ومرتضى الدراجي منظمين البطولة. الآن ابقوا معنا ومتابعة المباراة.
الشباب منذ أن ولدت وإلى أن شاكر في هذه الكرة مرة أخرى.
ثلاثة أهداف لواحد من فريق حي الرسول.